شباب، اكتشفت لكم شغلات جديدة بتسريبات السيزون الرابع، رح تشكرني بس تشاهدها. وبتشكر كتير اللاعبين القادمين اللي عم شاهدوا الفيديوهات وبشاركونا الفيديو للاعبين الجداد مشان يستفيدوا من الفيديوهات الجديدة اللي عم نطالعة. والله شكرا كتير لكم يا شباب، والله انتو بالقلب يا شباب. ويلا شباب، طجونا لايك وفعل زر الجرس لحصل كل جديد، واللاعبين القدامى يشاركونا هذا الفيديو للاعب جديد. يلا شباب، خلينا نتابع الفيديو. اول شيء يا شباب، نعرض لكم السكنات المجانيه اللي راح تكون معنا بالرويال باس الاكيد 100%، يعني الاشخاص اللي ما شحنين الرويال باس باذن الله تعالى. طبعا وباذن الله تعالى شباب، بس نزل الرويال باس راح اسوي مسابقات وباذن الله تعالى راح اكواد. وبهالفيديو هذا يا شباب تنزل تحت الوصف باول رابط يا شباب، بتدخل على التدوينه وبتنسخ الاكواد، حطيت لكم اكواد 60 شده. بس طبعا اللي يربح معنا هاي الاكواد يا شباب، بتمنى يكون عملنا لايك ومشاركنا هذا الفيديو. واذا كان جديد على القناه اشتري القناه وفعل زر الجرس، زيت تحت الوصف وحمل انسخ الكود وروح على موقع ببجي موبايل الرسمي واسترد الكود، ومبروك عليك الستين شده. تاني شيء يا شباب، طلعوا شباب الشيء اللي اكتشفته جديد بالرويال باس السيزون الرابع بتحديث 2.9 يا شباب. مثل ما انكم ملاحظين شيء خيالي يا شباب بخريطه ثلجيه. طبعا اللي شايفينه انتو يا شباب، اللي ما حمل التحديث هذا ينزل على تاني رابط، اول رابط للشدات وتاني رابط لتحميل تحديث 2.9. طبعا رابط مباشر يا شباب، طلعت لك فيديو كيف انت بتحمل اي النسخة وبتلعب بهذا المود الجديد. طبعا يا شباب عنا المود او خريطة الجديدة هو خريطة ثلجية، وطبعا دي يكون في مثل راح يكون في رجل ثلجي، وهذا الرجل الثلجي راح يعطيك لوت، راح يعطيك لوت، وراح يكون في صديق ثلجي صغير هو صديق الثاني اللي بيكون معنا نحن في لعبة ببجي موبايل في الماب يا شباب. طبعا يا شباب في عنا كمان السكنات، قلت لكم عنا السكن العربي اللي انت لحاله بامكانك تسوقه، واذا انت ركبته على الغزال اللي هو عربة بابا نويل يا شباب بامكانك تشيل التيم كلياته. وفي معنا شغلات اضافات جديده راح تكون معنا في البج، وراح تكون معنا اسكن العربي الجديد يا شباب. يعني شباب تحديث 2.9 جد شباب دافونا خريطة ولا أروع ولا أجمل من هيك. وطبعا في سكنات جديدة للعربي لشركة تيسلا يا شباب، هاي السكنات كتير رائعة وكتير خرافية. طلعوا يا شباب دول العربات، شوفوا لي هدول العربات اللي كمان معنا بالرويال باس السيزون الرابع، ما نزيل بالرويال باس، يعني ما نزيل مدرجين بالرويال باس، بس يكونوا لحاله، بس ينزل وقت ينزل الرويال باس السيزون الرابع يا شباب. طبعا هلا بنروح شباب على الماب ونفرجيكم شلون العربه، بعدين بنكمل مع بعض التسريبات السيزون الرابع. طبعا معنا يا شباب هاي العربه اكيد يكون في على دولاب حظ مثل ما انكم ملاحظين، هاي السكنات او تفتيح باكجات، اكيد باكجات المميزه القادمه اللي راح تكون معنا بالرويال باس السيزون الرابع. طلعوا شباب عنا هون ثلاث سكنات، اول سكن، ثاني سكن، ثالث سكن. طبعا اسماء العربات حاليا ما بعرفون انا يا شباب عشان ما نخربط باسمهم. عنا مثل ما انكم ملاحظين عنا هي شركة تيسلا، عنا هي العربي، نختار العربي اللي بدنا اياها نحن. طبعا العربي بتطلع عادية، بس انت اذا كان انت عندك السكن راح تكون، طلعوا شباب بتكون عربي عادية، اذا انت كان عندك سكن بامكانك تاخذ العربي ويصير عليها السكن اللي انت اطلع لك يا شباب. بامكانك تختار على عربات مثل ما انكم ملاحظين، يعني اذا ما في عربي قريب عليك بامكانك تختار اي عربي وتاخذه انت والتيم تبعك يا شباب. طبعا كل هاد بالرويال باس السيزون الرابع بتحديث 2.9 يا شباب. طبعا شباب تختار انت العربي اللي بدك اياها، الاخير تستقل عربي وبتاخذها. طبعا يا شباب هلا حاليا هي نسخه بيتا ما في لعيبه، بس بكره بس صورت على النسخه العالميه راح يكون في لعيبه كتير كتير، وما راح تحسن انت تحصل على عربي. طبعا كمان معنا الرويال باس عندنا الاطار وعندنا السكنات مثل ما انكم ملاحظين، سكنات الميثيك، وفي عندنا رقصه كتير حلوه يا شباب. طبعا للدليل واثبات اني كل شيء عليه اللوجو السيزون الرابع، سكن الار بي 100، سكن البنت اللي حكينا نحن عليه، في عنا الإطار، في عنا اللبسة، وسكن الطائرة. كل هذا يا شباب مدرج معنا بالرويال باس السيزون الرابع. فبتمنى منكم يا شباب تعطوني رأيكم، اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالتسريبات الجديدة اللي حطينا لكم إياها. هلا راح أترككم مع شوية تسريبات جديدة مع شوية موسيقى يا شباب. بتمنى يا شباب تدونا لايك أو مرة بشاهدني، اشتركوا القناة وفعل الجرس ليصلك الجديد. مشاهدة ممتعة. لا.
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you hate on that. I don't play both sides, don't need no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Not in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on.